ونحن من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اسكنه من شرابه، اللهم اجعل الملائكة المقربين يدخلون عليه في هذه الليلة من كل باب قالين إنه سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتننا بعده. देखते था इधर इधर साइड दीजिए मैं नहीं आ रहा हूँ बांध पैरों में اللهم ارحمنا وارحمه آمين يا رب. تجاوز عنا وعنه آمين يا رب. واكرمنا واكرمه آمين يا الله. اللهم اغسله بالماء والبرد والثلج آمين يا ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس آمين. اللهم اجعل ملائكتك المقربين يدخلون عليه في هذه الليلة آمين من كل باب قائلين له سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. آمين. اللهم حسن مآبه. آمين. اللهم بر الشرابه. آمين. اللهم حسن مآبه. آمين. اللهم بر الشرابه. بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. بجاه الأولياء، بجاه الصالحين، بجاه سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني. يشهد الله أنه كان يحب الله. آمين. ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين. وكان يحب الأولياء. آمين. ويحب الصالحين. آمين. وكان يعشق سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني. اللهم يا عزيز ويا وهاب ارحمه اكراما لسيدنا محمد، اكراما لسيدنا محمد ارحمه، وتجاوز عنه اكراما لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. امين. اللهم امين امين امين. الى حضرة النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم لروح آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وللعلماء والمشايخ والأقطاب أجمعين، خاصة وخصوصا إلى شيخ المشايخ سلطان الأولياء والعارفين حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله وسره العزيز، نور الله ضريحة، وانفعنا ببركاته وأمداده وعلومه وأنفاسه يا رب العالمين، لنا ولوالدينا والجماعة الحاضرين ووالدينا ووالديهم وعموم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الخاص منهم.